كاب اف ام الكلمة ليك الكبة والمخبل في الكبة من غير ما تتخبى استنى مروان واربح ويكاند في اوتيل الزينيت الحمامات الشمالية اذا كان شكوبتك تكون هي احسن شكوبة. اسمعني تفضل عندي شو مش بيت وايت فاضي تدخل هاي مش نحكي لك ما باش يسمعني التاكسيست الاخر شبيك قلبي مهبي شبيك قلبي مهبي لو تفعليك ما عندي وين ماشي تكي شوية مش نحكي لك حكايتي هاي 4 سنين وني نمشي ونجي ونهز ونوصل وخاطب وفي الاخر قلت لي كل حد يمشي على الروح تصور ايش انت وني انا وحداني ما نقدرش نكون نحكي درت نحكي للتاكسيات ايش بغيتي تسيب تطلب تشكي تطلب ترجع لك ايش صرفت صرفت تقريبا 50 مليون اي شيء تو اقعد تكي تكي ايش تكي هذا ما ايش فاهم انت تكي خلي تكي ليه تكي 50 مليون رام من ها مش تبديه متى 50 كان نحكي لك كيفاش تصرفوا 50 مليون بالدينار بالدينار اي عرفتها اي على وقت سكت الحس يقلق هو اسمع سيب 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 كيلك عاد ما تحكيش انتم خايبين مش تبس كفرني لا عاد لا سيب سيب لا عاد بربي خلينا نحكي ما تدخل بغنا يا ودي تحكي باش يدخل نابت اي نابت حل وهبط عايش خويا ما يفهمني يا ودي احسبني خوك الصغير يا ودي حل احسبني جوا جوا يا ودي باش ينقص الستريس حل وهبط انا باه انا اطلب منك تسمع عيش عيش باه علاش تعمل هيك اختلني يا خويا لان ثواني مضام وجدك يا ربي يفرجك بالسماء يا ودي زيد تعمل لي هيك تجرحني عايش خي اختلني ترضاني هيك زاح قلوبنا ونحبوا بعضنا توين صرحنا يا ودي برا عايش خويا خليني عايش خويا اختلني برس خنقك ما تشعلت ما تزيدش شبيك على اعصابك ظهري عندك مشكله كيف اللي يخدم في التاكسي مش على اعصابه بيختلني خذا صرفت انت فتره الخطوبه قد صرفت قد صرفت 50 مليون مشيت على الروح واحد وبي وامه مشيت تمشيت تم خيط ايش تولى بعد وال 50 مليون تطلب المرزوخي تاعت يومك بالله يا والله والله اعلم بيه وجاب صغار وعرس صبحت صبحت راح اوه والله يكلم معك شو تقعد دور بينا اي خير بين ما يس دور بينا نحكي ها تو انا نهار كامل في الاستريس وفي الفجايه ومش جديد كريم مش جديد يحلي السكر دوتا سيلك في الحبس شنو في العبس؟ مالك الكرب خطاني مالك تكي خلينا نحكيو بالواقفه لا 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 والله هدرتك حلوه لا بالواقفه ولا بالراكده والله وين ماشي بينا من؟ اي خليني نمشي شنو؟ رجعني من الهزيمه اسمع انت راني مش تجوجبني براس العزوز اختار باه هيك هو رجعني من الهزيمه يوم الحنام لا نرجع شنو هو؟ هادي وخدمتي نرجع رجليا لا 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 يا ودي اختار يرحم بيك يا ودي يهديك علاش بعتنا برشا علاش عملت لك؟ اخيتي ربي ما ماكش في قلبك حنينه خلينا نحكي لك على الحكايه كيفاش بدات انت شيخت لك حلو برا ما مع هم توصل لي ركبتك اي ونقسم بربي خلقتني طيبني ما تخلينيش خلينا نقول لك كيفاش بدات الحكايه الحكايه بدات في الشط يودي حلو برا اختاني معاش تحكي لي خلاص عيش خويا راني مريض سيراو واحد سكر الدم واسق خرج بعينك يا شيخ 50 مليون فعلا صاحبي اي برا اسرح هنا ولد عم اش ارجع من انت لا مش يعني هنا مش هنا انت ردي هذا مغاد عادي حل هذا اختاني ارجع مغاد شو ضربني اضربني ما يسالش برا سيف ايش ضربني يا ربي برا اختاني ايش جابته وش نابت ايش ضربني تفضل من غير ما تهبط تضربني لفوق اختاني عايش خي هذا داعي على حريف اثناء العمل لا 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 برا مش المرزوق شنو هو مش المرزوق مش يشكي يقول له تو قلنا عيد المفاتح مالك مش عارف برا بس امك برا ربي عيك برا اخدم على روحك ولا شنو اخدم على روحك اختاني ابعدني ليه خلي اختاني يا ودي خلينا نحكي لك الحكايه كيفاش بدات تو تحب خلينا نحكي لك يا ودي برا اختاني هي اسمها تعرف شو اسمها هي اسمها ايش اسمها اختاني يرحم بيك بدات في الشط الحكايه أنا مشيتنا راحت قلت علاش نقعد راقد يا ودي تحت الفير هاي نخدم والله نصف ساعة أخرى ومرق لبست الشورت يرحم بيك يرحم بيك قلت لك الخرع شنو ماشي اه ايش ضربني ايش ضربني لا لا راديو كاب اف ام راديو كاب اف ام تحت ما عرفش
باهي شاركت معنا في شكوبه في راديو كابا فيه. شكبت عليك ولا ها ربي هديك؟ قول لي شكبت عليك ولا قولها يا ودي. شكبت عليا قبل انت حسب راينا وجيت وجيت تعاودها اختاري خيمه. تنجم تربح معنا نهار الجمعه ان شاء الله كان تطلع شكوبتك احسن شكوبه وويكاند فوتيل زينيت الحمامات الشماليه ان شاء الله تطلع شكوبتك احسن شكوبه من ضمن الخمسه شكوبات اللي مشيتيهم معنا. ما تحب تقول راديو كابا فيه نشكرهم اخويا وكان ربي يعين. ماذا نقول لهم اكاو يا ودي؟ ما اسمي محرس في الكبة. من غير ما تتخبى استنى مروان واربح ويكاند في اوتيل الزينيت الحمامات الشمالية اذا كان شكوبتك تكون هي احسن شكوبة. كابا فام الكلمة ليك.